أخي كريم، مع الأسف هذه الميليشيات بالتعاون مع الحكومة العراقية تجد لها دوما مخارج وحلول، تصل بعضها إلى الدرجة القانونية في منطقة سرنينو لكي تضمن لكي تخرج من الأزمة الحاصلة. تعرف أنت هذه الميليشيات ارتكبت أفعال إجرامية عندما قامت بحرق وتدمير المنازل التي لم تدمر في المعارك التي جرت ضد تنظيم الدولة داعش في نهاية عام 2016، والسبب واضح هو عرقلة عودة النازحين المسيحيين الذين يشكلون نسبة 95% من أهالي المنطقة قبل عام 2003. ومن الأسباب المستخدمة أيضا للاستيلاء على الأراضي من قبل بعض أفراد هذه الميليشيات الحشد طبعا المتواجدة على الأرض، الاستيلاء على بعض الأراضي وبناء منازل عليها بحجة أنهم دفعوا دماء لتحرير الموصل وسهل نينوى بالذات، بالإضافة إلى القرار اللي صوت عليه مجلس ناحية برطلة بناء 1000 وحدة سكنية في ناحية برطلة ضمن مشروع استثماري سيكون توزيع هذه الوحدات لغير المسيحيين، وبالطبع لأن عدد من يسكن هذه الوحدات يفوق عدد أهالي المنطقة الأصليين. نعم، كل هذا أين المجتمع الدولي طبعاً من كل هذه الأمور؟ حقيقة المجتمع الدولي كما قلنا سابقا صمت دولي وموت عربي سريري، بالإضافة إلى غياب حكومة وطنية، المجتمع الدولي يرفض هذا الشيء، بس ما لا يوجد فعل على أرض الواقع.